بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبوة رحمة العالمين. الإعجاز العلمي والثواب العظيم في قول في الذكر العظيم: الحمد لله الذي بعثني بعدما ماتني وله النشور. لماذا سن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول عند القيام من النوم: الحمد لله الذي بعثنا بعدما أماتنا وله النشور؟ الإنسان وهو في حالة النوم يكون في أدنى أو تكون أو تكون وظائف الجسد في أدنى الحالات التدني. يحدث هبوط في الدورة الدموية، يحدث عضلة القلب بتحسن فيها السكون، عدد دقات القلب يقل. لذلك كثير من الناس ينام ولا يقوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: النوم أخو الموت. لذلك اكتشف العلماء اكتشفوا شيء غريب جدا: الإنسان إذا قام مسرعا ودون أن يعني، لذلك العلماء قالوا: الإنسان عندما يقوم من النوم يجب عليه أن يسكن قليلا في الفراش، يعني حوالي نصف دقيقة، حتى يعطي فرصة للعقل وللدم للدماغ أن تتحرك. وإلا الإنسان إذا تحرك سريعا يعرض نفسه للجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نقول الحمد لله، أو يقول المؤمن: الحمد لله الذي بعثني بعد ما أماتني وله النشور. لأن أنت كنت ميت، صحيح أجهزة الجسم كانت شغالة، لكن الروح بتخرج كما قلت سابقا وتسبح في علياء السماوات، كما جاء في الحديث ان الانسان اذا نام على الوضوء الروح بتصل الى العرش وتسجد عند العرش، واذا كان على غير وضوء تحرم من السجود. وفي لحظه واحده في لحظه واحده اذا هم النائم ان يستيقظ رجعت الروح الى الجسد في لحظه، وده من قدره الله سبحانه وتعالى. لذلك الوظائف بتبقى في اقل حالات بيبقى فيه. لذلك كثير من الناس، يعني يحضرني هنا واحد من ال كان كان في واحد من الممثلين، كان شاب فتي في عز الشباب، قعد يومين ما ياكلش، بعدين دخل الجيم وجد نفسه باللعب، قعد يلعب رياضة وحديد وش حديد، فنام لم يقم، مات في نومه، جاله هبوط حاد في الدورة الدموية. ليه؟ مفيش طعام. طبعا هو ما كانش شاعر بحاجه، لكن نام ما قامش. فكثير بعض الناس بينام لا يستيقظ، مش عارف، بيقول: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى كل الناس بتموت وهي نايمه. الله يتوفى الانفس، اللي بياخد الارواح، حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. استشعر هذا المعنى العظيم، انك عندما تقوم من نومك انت بعثت من جديد، فيجب ان عليك ان تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه. لذلك العلماء قالوا: وما ثاني، عندما يقوم الانسان من النوم يجلس قليلا في فراشه مده نصف ساعه. لانك لو قمت مسرعا من الفراش، الدم في حاله سكون، والدوره الدمويه في حاله هبوط، فلا يستطيع العقل او المخ ان يستوعب هذه الحركة السريعة. سيضخ دما بأمر من المخ حتى تستطيع الجوارح أن تتحرك، والدم أصلا في حالة هبوط، ماشي ببطء في الشرايين. الضخ السريع المفاجئ يؤدي إلى جلطة مفاجئة في المخ. فالإنسان، لذلك لما مرة تكلمت عن هذا الموضوع على الفيسبوك قلت إن الإنسان ممكن يعرض نفسه، في واحد كتب لي قال يعني شكرني وقال لي: والله أنا حصلت لي إمبارح ولما قمت مسرع يعني بدون تهيئه جسديه حصل عندي اغماء عند الحمام، اغمي عليا. فده يحمد ربنا انه حصل له اغماء بس. ربما لو واحد مريض او واحد كبير في السن او يموت. فده يوريكم الاعجاز العلمي في ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله، يعني امرنا ان نقول الواحد لما يستغفر: الحمد لله الذي بعثني بعد ما ماتني واليه النشور. فانت كنت ميت وربنا بعثك، فلازم تحمد الله سبحانه وتعالى.
شوف فايدة الذكر العظيم ده، أنت بهذا الذكر بهذا الحمد تحافظ على جسدك وتحافظ على عقلك على مخك على شرايينك من أن يحدث والعياذ بالله سكتة دماغية أو هبوط حاد في الدورة الدموية أو أي شيء أو إغماء أو أي شيء، وتكون حققت تكون قد حققت نعمة الشكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أفضل عباد الله أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. فربنا رد عليك روحك، وكان ممكن تموت وما تقومش، وكان ممكن بقى وممكن أول ما تقوم من النوم والإنسان بيكون في حالة دوار وبتكون بيكون في تيبس في المفاصل وهبوط في الدوره الدمويه، بيبقى قايم في حاله كالسكران. فلو الانسان زي ما قلت حضراتكم اسرع في القيام ربما يحدث عنده هبوط مفاجئ في الدوره الدمويه او شلل او سكته دماغيه او جلطه او اي شيء. لذلك هذا الذكر يبين لنا عظم السنه، عظم السنه. يعني انت بتقول الحمد لله الذي بعثني للعلم، اكتشف فعلا انسان لما قام بسرعه ربما يعرض نفسه لكثير من المصائب. او لذلك احمد الله سبحانه وتعالى عندما تقوم من النوم لا تنسى هذا الذكر العظيم، الحمد لله الذي بعثني بعدما اماتني واله النشور واله النشور. يبقى لازم هذه القومه الامه دي لازم تفكرك بالبعث بتاع يوم القيامة، انك هتطلع من قبرك زي ما تقوم من نومك هتطلع من قبرك يوم القيامة. فربنا بعثك في الدنيا كان ممكن تموت وانت نايم عشان تكمل حياتك، حتى تكمل حياتك. فيبقى لازم تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وافضل عباد الله يوم القيامة الحمادون الذين يكثرون من الحمد. فاذا زي ما الطعام والشراب بيحتاج الى نعمة، القيام من الموتى ممكن نقول الموتى الصغرى أو النوم أخو الموت يحتاج إلى شكر أيضا. أنا ممكن تنام ما تقومش، ممكن تقوم ويحدث عندك زي ما قلنا صدمة فجائية للمخ أو يعني إذا أنت تحافظ على أعضائك وتشكر الله سبحانه وتعالى على هذا البحث من جديد، وتكون قد حمدت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى بعثك مرة أخرى، و تقطع عند الله سبحانه وتعالى من الحامدين الشاكرين، وتكون من افضل عباد الله، لانك تحمد الله سبحانه وتعالى كما تحمد الله عند الطعام وعند الشراب. الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. اللي بيقول الذكر ده يغفر له ما تقدم من ذنبه ومتاخر. يبقى في اذكار الحمد عظيمه جدا. يبقى لما تحمد الله سبحانه وتعالى على القيام من النوم ايضا له فضل عظيم، فان تكون من عباد من عباد الله الحمادين يوم القيامه. أقول قول هذا استغفر أكتب لكم الذكر ده أقول قول هذا استغفر تحت الفيديو انسخون شون نشر هذا العلم في ثواب عظيم لا لا علما فإنه أجر من عمل به يوم القيامة لأن كل ذلك مقبولين بشيء تشوش تفعيل الجرس وإشراك في القناة ليصلكم كل جديد ولتساعدون على نشر السنة الزوية. أقول قول هذا استغفر الله اليوم.